هياخذوا هذه الصوره هذه والشكوى نتاعك ولا البلاغ نتاعك وراح يتحركوا على الفور. كل منطقه من خلال الكاميرا يوجه العنصر لكم في الميدان على بيان تدخل يكون سريع. هذه بين قوسين باش ثقافه عمليه من الرقم 1548 الرقم 17 يسيروا فوق السكه الاهليه فيه ايضا هذه الوسيله تمشي فوق الارض لا مصالح أمن ولاية الجزائر بالتنسيق مع الجمعية الوطنية للممرنين المحترفين للسياقة نظمت اليوم هذا اللقاء التحسيسي لفائدة تلاميذ ابتدائية محمد المقلاني بالحراش، أين كان هناك درس تحسيسي للتعريف بإشارات المرور وسائل النقل كيفية تنقل الأطفال إلى المدرسة. أيضا قمنا بوضع حاضرة تربية مرورية لفائدة تلاميذ المدرسة لتربية النشأة حول قواعد السياقة السليمة. البادرة نشكرها ونتمنى تتكرر لانها راهي دائما فائدة التلاميذ اللي راح تعلمهم التربية المرورية وراح تعطيهم نبذة صغيرة لو كان نبذة صغيرة على كيفية قطع الطريق، كيفية المرور، كيفية احترام الإشارات الضوئية. لذلك نقول بارك الله فيكم وإن شاء الله المزيد من المبادرات في قادم الأيام إن شاء الله. ارتأينا أن نقوم بعمل بنشاط نظري وميداني في نفس الوقت حتى يتسنى لهذا الأطفال الصغار معرفة وسائل النقل يعني بشتى أنواعها. أو مجمع حضر هنا السائق بعد ما يشوف الإشارة في المرور حتى فيه كذلك إشارات ضوئية هي اللي يهمك هذه الإشارات الضوئية تالت توقف هنا أصفر لا او شعل الضوء الاخضر طق سائق المركبه يتقدم شرطة اليوم وراونا كيف نقطع الطريق وإشارة المرور لا ألعب في الطريق ولا ألعب في الطريق. شكرا. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.